نعم، في الحقيقة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انسحب من العملية السياسية، لكن جمهوره لا زال حاضرا. يعني احنا دائما نتابع الوضع السياسي بالعراق، الجمهور التيار الصدري حاضر بقوة، وهذا ما يشجع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على العودة للعمل السياسي. من خلال احنا نلاحظ انه نشاطهم السياسي من خلال خطب الجمعه ومن خلال التجمعات اللي في بغداد. بالاضافه لذلك حقيقه التيار الصدري يتعرض الى استفزازات كثيره، اخرها يعني محاصره مدينه الصدر منذ 4 ايام، الضغط على اعضائه وبعض الاختيارات التي طالتهم والمطاردات. هذا كله سوف يدفع بزعيم التيار الصدري على اتخاذ قرار نعتبره احنا قرار شجاع بالعوده الى العمل السياسي وعدم ترك الساحه الى الاحزاب الاخرى التي كانت بالنتيجه يعني غير موفقه في اداره الدوله. احنا نحن بحاجه الى معارضه سياسيه قويه داخل السلطه. لكن برايك العوده متى ستكون؟ يعني ستكون في فعليا في التوقيت المخطط له من قبل الحكومه للانتخابات، أم سنشهد تأجيل هذه الانتخابات حتى يفسح المجال للعودة الصدرية؟ الإطار الأحزاب الإطار التنسيقي تخشى عودة التيار الصدري، لذلك أنا أعتقد أنه التيار الصدري سوف لن يعود بصورته التقليدية كما في السابق عن طريق قائمة تتبع التيار الصدري. بالعكس سوف يدعم الأحزاب الأخرى الشبابية والمستقلة، وسوف يدخل بأكثر من قائمة حسب تقديري، وسوف تكون تسجيل هنالك الكيانات. وبالفعل احنا شاهدنا لاحظنا بالاونه الاخيره هنالك شخصيات من التيار الصدري تدعم بعض الشباب وتدعم بعض الحركات داخل العراق، وهذا شجعهم على زياده زخم المعارضه. احنا في السابق يعني تكلمنا انه لو دخل التيار الصدري وائتلف مع الاحزاب المستقله والاحزاب الناشئه سوف تكون معارضة قوية ممكن أن تبسط نفوذها السياسي داخل الدولة العراقية. نعم.